السلام عليكم ورحمة الله সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন গায়েবে রিজিক পাবেন আল্লাহর খাস রহমত পাবেন মনের আশা পূর্ণ হবে যদি এই ভিডিওটি মন দিয়ে আপনারা শুনেন যদি মন দিয়ে ভিডিওটা আপনারা দেখেন অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন দশ বার তাওবা ইস্তেগফার আর দশ বার দরুদ ইব্রাহিম আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো আপনারা অবশ্যই আমার সাথে সাথে পড়বেন এবং শুনুন শুরু করছি ভিডিওটি أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الاستغفار. عيام تلاوة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووحدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات الكرسي. آيات تلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذوا إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عذابا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا،
وأنه كان يقول سافهنا على الله شتتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كاذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فجادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله فالله عهدا وأنا لمسنا السماء فوزدناها موليت حراسا شديدا وشهبا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم সকলকে ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য আশা করি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি এই ভিডিওটা যদি আপনারা প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একবার যদি শুনেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে অনেক দিক থেকে শয়তান থেকে বাঁচাবেন আপনাকে রক্ষা করবেন আপনার সমস্ত চিন্তা পেরেশানি থেকে রক্ষা করবেন এবং মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার খাস রহমত দান করবেন মনের আশা পূর্ণ করবেন এবং আপনি যে ঘরে শুনবেন ওই ঘরের জিন কোনো শয়তান ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমি এখানে 33 আয়াতের কিছু পড়েছি এবং দুরুদ শরীফ ইস্তেগফার করেছি আপনাকে গুনাহ মাফ করছি যদি আমার সাথে সাথে পড়েন এবং যে সূরাটা আমি এখানে পড়েছি 33 আয়াত আছে জিনের থেকে জিন সূরা জিন থেকে কটা সূরা পড়েছি জিন সূরা শুনলে জিনের মধ্যে একটি জ্বালা ভাব হয় জিন সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায় সূরা বাকারের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছে এই সূরাটা যদি প্রতিদিন আপনার ঘরে শোনা হয় তাহলে আপনার ঘরে জিন শয়তান কিছুই থাকতে পারবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটা এখানে শেষ করছি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু